طيب كابتن فاروق، نادي الاسماعيلي بيعج باللاعبين من اصحاب الخبره. نادي بتروجيت ربما ما عندوش الا اسامه محمد، عمرو محسن، بيكلي، ربما محمد رجب، لكن واضح حتى انه عوامل الخبره لم تسعف الاسماعيلي في السيطره على الشوط الاول، وكان بتروجيت متفوقا وفقا للكلام يعني. طيب انا عايز اقول حاجه بقى. الاول هي الفيصل في الاداء، طلعت يوسف بيلعب بطريقه شكلها عامل ازاي، والاسماعيلي بيلعب بطريقه شكلها عامل ازاي. نعم، طلعت يوسف بيلعب 4-1-4-1 و4-1-4-1، يعني انت بتبني الكثافه في نص الملعب وتبتدي تشغل الطرفين، ولو شفنا الهدف هنلاقي الهدف جاي من الطرف. نعم، والكور الخطيره اللي راحت على مرمى الاسماعيلي كلها من الطرف. النادي الاسماعيلي مش عارف يلعب بتروجيت، او طلعت يوسف ناجح ان هو يحد من امكانياته وخطوره فريق الاسماعيلي. فريق الاسماعيلي النهارده بيلعب ما عندوش صانع العاب، لا فريق الاسماعيلي صانع الالعاب بتاعه شيكابالا بيلعب من على طرف، فمش ايجابي. كل كره لازم يعمل يعني يحط الشيب بول، يحط الكرات العاليه او يعمل الكروس باص، ده كله ده في عرف الكوره مش صانع العاب. صانع الالعاب هو اللي بيخلق فرصه التهديف او الاستحواذ او التنظيم، هو مش موجود في نادي الاسماعيلي، بدليل ان هو عمل تغييرات بيصلح الخطا في البدايه، ان هو عمل تغيير بعد حوالي نص ساعه من المباراه عشان يقدر يستحوذ على نص الملعب. النهارده الميزه اللي موجوده في بتروجيت هي اداء الانسجام، اللي النهارده في انسجام موجود في الملعب مع اللعيبه، غير ما يكون فريق مفكك. النهارده شايفين بتروجيت منظم بيأدي الكوره، اللعيبه لاقيه بعض، التمرين في سهوله في الاداء، والاسماعيلي سمح لهم بكده. يعني المشكله ان الاسماعيلي سامح لفريق بتروجيت ان هو يستحوذ، ان هو ينتشر، ان هو يسلم الكوره من رجل لرجل. الاسماعيلي حول نفسه من فريق فعل الى فريق رد فعل، بدا يخش المباراه بعد ما بتروجيت استحوذ على المباراه، بتروجيت بدا يوصل للثلث الاخير للنادي الاسماعيلي، بدات ملامح الهدف جايه، يعني ملامح الهدف جايه للمباراه، وفعلا ملامح الهدف جه احمد جعفر من، يمكن كنت بكلم انا وخالد قبليها، مضيع واحده، ودي الثانيه معموله في الست ياردات، حارس المرمى ما يقدرش يطلع لها، هو عمل الجامب، ودي شغلة احمد جعفر، حط الكوره في منتهى الامكانيات. لو شفنا عدد التصويبات على مرمى ده ومرمى ده هنلاقي بتروجيت يتفوق، عدد الاستحواذ هنلاقي بتروجيت يتفوق، الكرات العرضيه اللي راحت على المرمى هنلاقي بتروجيت يتفوق، ولكن الاسماعيلي لغايه دلوقتي مش ده نادي الاسماعيلي اللي احنا شايفينه واللي احنا عارفينه. النهارده نادي الاسماعيلي فيه خلل، الخلل ده موجود في نص الملعب. اذا نص الملعب قدامنا ايه يا كابتن فاروق هنا؟ التحرك بتاع التحرك. نعم طبعا، هنقول التحرك وعدد لعيبه الاسماعيلي الاكثر عددا الأكثر من السلبي السلبي، يعني هو هو الاعداد السلبيه اللي ورا دي بتعمل مشاكل. الكره هتخرج لبره، هتخرج عند الجناح الايسر، وهيحط الكوره وهتيجي جول هنشوف عدد لعيبه الاسماعيلي حوالي 8 لعيبه، ولكن الضغط على لعيبي او 9، هنلاقي الضغط سلبي مش ضغط ايجابي، يعني مش بيضغطوا على الكوره، بيضغطوا على اللعيبه. ادي الكوره هنا هيدوس عليها وهيعدي وهيقوم عامل، ادي الجول. احمد جعفر غير مراقب، يعني هو في نص اتنين لعيبه، في نص اتنين لعيبه يا مجدي، ومش مراقب، يعني ما حدش ضغط عليه عشان ما طلعهوش من الارض، سابوه طلع براحته، حط دماغه ووجه الكوره بشكل عالي جدا، وهو مميز. ده انت اديته وظيفته ان هو بيلعب بدماغه بشكل كويس جدا، والمكان كمان، يعني المكان اللي اتحطت فيه الكوره ده كانه ضرب الجزاء، يعني هنلاقيها عند نقطه الجزاء. واحمد جعفر متمكن في دي. انا بقول الشوط الاول فيه صربعه، ما فيهوش تسرع، لكن الفريق الاسماعيلي لازم يخش جو المباراه بعده تغييرات، سواء هيبدل ويطور في الاداء او هيغير اماكن اللعيبه، ودي وظائف تانية تساعد على دخول الاسماعيلي للمباراه.